وانا فرحان بيكي طبعا، ويعني شرفتينا وشرفت المحافظه. وانت كنت مدرسه دوده الخاصه؟ مدرسه دوده. الف مبروك وربنا يوفقك، وان شاء الله كده دايما متفوقه على طول. مبروك يا ياسمين. شكرا ان شاء الله. الف مبروك وتحياتي لبابا وماما وكل اسرتك. حد جنبك منهم؟ في حد جنبك؟ ماما. طيب الدهانه بدك لها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف الف مبروك لجاسمين. الف مبروك ليها يا رب كده، ودايما كده يعني متقدمه على طول ان شاء الله كده، متفوقين دايما. الله. بسم الله ما شاء الله. طيب يعني ربنا يكرمها يا رب ان شاء الله. الف مبروك. وحبيت بس انا اقول لك تهنئه يعني لقياده المحافظه كلها ليكم، والف مبروك، وان شاء الله دايما متفوقه على طول ان شاء الله. متشكرين جدا والله. اداره الروضه ومدرسه الروضه بصراحه واللي هو يدريس بصراحه يعني بيكونوا مبسوط جدا مع الطلبه، يعني تتفانى في والاداره التعليميه كلها بصراحه، يعني ربنا يجزيهم كل خير والله في العيد الاول والمتفوقين. والبيت والبيت عليه عامل اساسي، البيت اساسا برضه الاسره. طبعا يعني ربنا يعينكم ويوفقكم، ومن جد وجد ومن زرع حصد، هم بذلت مجهود ربنا كافئها. ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك النجاح. طبعا الله يخليك، ألف 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 مبروك. ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه يا رب كده. وطبعا أكيد كان ليك أنت مجهود ووالدته وإخواته في البيت، فيعني مجهود مثمن والحمد لله جاب نتيجة كويسة الحمد لله. والله اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. الله يخليك. الف مبروك وتحياتي. الله يخليك. هو جنبك؟ ضياء جنبك؟ هديله بقى عشان ابديك له بقى. اهلا حبيبي، ازيك يا ضياء؟ الحمد لله تمام والله الحمد لله. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وعايزك تستمر على كده على طول ان شاء الله من المتفوقين. لا ان شاء الله في السنه ان شاء الله. ايوه هنطلع انا. ألف مبروك حبيبي، ربنا يوفقك كده ويسمع عنك كل خير يعني. وطبعا انت بقى تشكر مين بقى؟ تشكر طبعا المدرس بتاعك ومدير مدرستك ووالدك ووالدتك. طبعا اكيد كلهم مجتمعين عملوا مجهود معاك كويس اكيد يعني. ايوه اكيد يعني. الله يخليك. انت شاطر بسم الله ما شاء الله، جايب 280 من 280. الحمد لله. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. بالتوفيق ان شاء الله.